احنا عاشقنا فريق ارسنال الانجليزي بسببك وبسبب جيل ذهبي الفريق ارسنال. تتذكر ايه من هذا الفريق الرائع اللي خدت معاه الدوري الانجليزي؟ أكتر من حاجة أنا فاكرها وأكتر من حاجة جميلة أنا فاكرها من أول يوم أنا لعبت هناك لحد آخر يوم أنا لعبت الأرسنال. وطبعا لازم أفتكر الوقت اللي أرسنال كسب كأس الكاس، لأن دي حاجة كويسة جدا حتى علقت مع كل الجيل بتاعنا، مع روبرت بيريس وبيكام وهكذا. كانت فرقة فيها خبرات كتيرة، طبعا هم كانوا فرقة قوية جدا، ومش بس علشان هم كانوا لاعبي الكورة كويسين، بس كمان علشان هم كانوا أشخاص كويسين جدا. هذا الجيل الرائع لأرسنال خلى كتير من الجماهير العربية والمصرية والعالمية بكل تأكيد يتابعون أرسنال بشغف شديد جدا. تحول أرسنال بعد هذا الجيل وأصبح فريق يقل مستواه عاما بعد عام، وتعلقت الجماهير خلاص بأرسنال، وللأسف بقالهم كتير ما شافوش بطولات مع الفريق زي جيلكم اللي كان دايما بياخد بطولات. أنا طبعا مصدق إن هي كرة القدم كده، بس طبعا أنا بشوف كل الفرق وبتابع كل الفرق اللي في الدوري، وبنشوف الفرق القوية وبنشوف الفرق كلها، علشان في أوقات بتبقى كويسة جدا الفرق فيها، ودلوقتي بنشوف فرق تانية في الحاجات أقوى من أرسنال، بس لحد دلوقتي أرسنال مش في وقت كويس جدا علشان يبقى في وسط المنتخبات أو الفرق اللي في أول، بس طبعا حاجة كويسة جدا إن في مشجعين من أفريقيا ومن العرب علشان يشجعوا واحد من الفرق القوية اللي كانوا في وقت من الأوقات فرقة قوية جدا، بس دلوقتي هم مش في نفس الوقت دوت. بس احنا حاجة كويسة إن في حد بيتابع كل الفرق بالطريقة الجميلة دي. لماذا تراجع أرسنال بهذه الطريقة على مدار السنوات الماضية في رأيك؟ الأرسنال فعلا بقاله أكتر فترة مش قادر ينافس مع الفرق القوية بنفس الفرق، لأن مع أنه في لعيبة كويسين جدا، بس ساعات ما بيبقاش من اللعيبه في نفس الفورمه اللي هم فيها، فطبعا بقيه الفرق بينتهزوا هذه الفرصه وبيبداوا يلعبوا عليهم، واكيد علشان في فرق كتير، وفي فرق دلوقتي بيجي لهم لعيبه كتير، والارسنال دلوقتي بيقال ان هو في وقت بيغير ما بين مرحله ومرحله، فطبعا الفرق بتبدأ تاخد فرصة عليهم، وعلشان كده هم ما بيقدروش ينافسوا مع كل الفرق اللي في أول الجدول زي مانشستر سيتي وهكذا. وشفنا مانشستر سيتي كان في فترة ما كانش قوية جدا، وبعدين بدأوا يطلعوا وينافسوا على الأماكن الأولى في الجدول.